السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أحد الصوفية الأشعرية، انتشر له مقطع في هذه السنة يتكلم فيه عن الصيام، فأبطل صيام المسلمين تقريبا جميعا إلا هو ويمكن الذين سمعوه. يقول: في واحدة ما حدا ممكن حاسس فيها عند الاستنجاء. الاستنجاء هو أن بعد ما الإنسان يذهب إلى التواليت أكرمكم الله ويغسل المكان الذي خرج منه النجاسة. قضى حاجته وأخذ على إيده مي وبيفز. إذا ما نشف وجب عليك قضاء الصيام. إذا ما نشفت، هو يقول لابد من أن تقضي صيامك. بدك تنشف قبل ما تفز. لذلك لازم يكون في خرقة بالمرحاض قبل ما يفز الواحد يستعمل الخرقة ينشف. لا، وخرقة، لأن هذا المقطع قديم يمكن ما كان يعرف الرجل هذا المحارم، فينشف بخرقة. تخيل خرقة موجودة كل ما تدخل الحمام تنشف بها. نون استعملت الماء لما بتفز بيكون في الدليل، يعني بعض النقاط الماء لما بيفز الإنسان تلتصق الإليتين فالمخرج تمتص الماء، فأي نقطة ماء دخلت من المخرج من الفم أو الأنف أو المخرج يفسد الصيام. فهي لازم تنتبه إلها، لازم الإنسان ينشف قبل ما يفز. يعني بقايا الماء الذي غسلت به هو الذي سيؤدي إلى إفطارك. فإذا فز من غير تنشيف وفي آثار للماء فعليه قضاء هذا اليوم. أحد المعلقين كاتب: أنا علي قضاء صيام 37 سنة أو 37 شهر. يعني يا جماعة، نحن نتوضأ فنغسل فمنا، الفم اللي هو المدخل الأساسي للطعام والشراب ويفطر الإنسان به، نغسله لكن لا ننشفه. يعني حتى عندما يخرج الإنسان ماء وكذا سيبقى أثر ولو كان بسيطا، هذا الأثر البسيط لا يفطر به. لكن في مسائل، في أشياء أكبر من ذلك، اختلف العلماء هل هي مفطرة ولا لا. يعني أشياء تدخل في الفم عمدا، العلماء اختلفوا في هل هي مفطرة ولا لا. السواك نحن نستاك غير مفطر، حتى لو كان رطبا على القول الراجح غير مفطر. فالماء الذي يبقى بعد غسلك إذا قد يدخل شيء منه، طب الإنسان عندما يقف يعني مخرج الغائط جلكم الله سيكون مفتوحا ولا مغلقا؟ النبي صلى الله عليه وسلم على زمانه كان الناس يستنجون بالماء، وأثنى الله على أهل قباء كانوا يستنجون بالماء، فالاستنجاء بالماء معروف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان يستنجي بالماء كما جاء في صحيح البخاري لما جاء الصحابي يحمل الإداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ليستنجي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم ينبه أصحابه على ذلك؟ لماذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبهوا على ذلك؟ لم يقولوا ترى هذه مسألة مشهورة بين الناس، الناس يعملونها، لماذا لم يقولوا هذه مفطرة من المفطرات حتى جئت أنت؟ لماذا العلماء المعتبرين من السلف لم يذكروا ذلك من بين مفطرات الصيام؟ فهونوا على أنفسكم يا جماعة، هونوا على الناس، لا تخترعوا أحكاما من عندكم وتؤذوا الناس بها. في ناس ممكن تصدق ويعني يصير عندها مشكلة في دخولها الحمام بسببك. الله المستعان. هذا والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى كل ذي جهل يحدث نفسه بأني مصيب في المقال مجيد، وقد خاض فيما ليس يفهم ويحه، فبالجهل محضا يبتدي ويعيد.